مرحبا بكم. اليوم هنعمل وصفة كتير صحية سهلة وسريعة جدا. يلا الوصفة. نستخدم أي نوع من الخضار أو اللحمة المفرومة. أنا استخدمت الفطر والبقدونس والبصل. أنتوا استخدموا شو بتحبوا. قليل من الزبدة مع التحريك حتى تزبل وتجف السوائل. قليل من الملح والفلفل الأسود. وبنحرك نوضعها جانبا. نعمل العجنة. ممكن استخدام اللوز أو الفول السوداني أو البذور. طحن وغربلة الفول السوداني جيد. ممكن نوضع بذور عباد الشمس. المنخل يكون الثقب تبعه كبير. ممكن استخدام اللوز أو الفول السوداني أو البذور، المهم يكون 1 كوب 75 جرام. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. هيك أصبح كوب. 2 بيض. وبنحرك جيد. نوضع جبنة موزاريلا 200 جرام 2 كوب، قليل من الفلفل الأسود والملح. وبنوضع كوب المكسرات اللي احنا طحناه أو اللوز المتوفر عندكم على نار خفيفة. التقليب باستمرار حتى تذوب الجبنة. نرفع القدر من الموقد. نوضع البيض ونمزج الخليط جيد. ممكن ياخذ وقت. القالب نوضع قليل من الدهون في القالب ونوضع العجنة. نوضع الحشوة. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. نوضع بالأعلى من العجنة. هي وجبة كتير كاملة متكاملة، يعني الوحدة أو تنتين يعني هم عبارة عن وجبة. تشغيل المسبق للفرن الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية. في الرف الأوسط يجب مراقبتها حسب نوع الفرن، تقريبا تأخذ 20 دقيقة، يختلف من فرن لآخر. هذه هي المكونات. نتركها حتى تبرد تماما. كتير هي روعة وكتير مميزة وبسيطة. وجبة كتير حلوة. شايفين كيف؟ هذا من الداخل، هي لسه سخنة. يفضل نتركها تبرد قليل. شايفين كيف؟ الحشوة، استخدموا الحشوة اللي انتو بتحبوها. وصفة كتير سهلة وكتير بسيطة. انتظرونا بوصفات كتير جديدة. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في امان الله.